السؤال الأول، من هو أفضل ظهير أيمن في العراق حاليا؟ ما أقدر أقول أنا، يعني هم عدة لاعبين موجودين، لكن أيضا المستوى المتذبذب، هذا مو أنا اللي أختاره أقول بصراحة. بالعكس، حيدر محمود لازم تختار مدرب ولاعب دولي ومن أفضل أظهرة اليمين على مستوى العراق. ما تنط رأيك بلاعبين حاليا تقول لي فلان، يعني أكو لاعبين لو لأن ماكو أصلا، يعني ما تشعر أنه هذا. خلي كل ما أقول هذا اللاعب غريب اللي مسوي، مثلا فيد هوك بيار اللي أنا هو المدافع اليسار بالنفط، هو ليس مدافع يسار، مدافع يمين. أيضا علاء مهاوي، أيضا وليد سالم، محمد علي كريم كان خضر علي الآن أشوفه أيضا لاعب جيد، لكن أيضا دا أشوف الآن مستوى متذبذب، ممكن يحتاج بعد خبرات أكثر أو مباريات أكثر. اللاعب خضر علي أشوفه أنا أعتقد راح يكون إلي شيئا بالقادم الأيام. يعني اسم معين ماكو؟ اسم معين قلت لك أقرب واحد اللي دا أشوفه أنا مستواه نوعا ما خضر علي. علاء مهاوي تغيير مركز من مدافع إلى جناح يمين، أيضا دا يصير عنده اختلال يعني أو عدم توازن بين الدفاع والهجوم، دا أشوفه نسى الواجب الدفاعي على حساب الواجب الهجومي. أفضل مهاجم واجهه حيدر محمود؟ جميع المهاجمين، لكن مهاجم كنت دائما بصراحة يقلقني أكثر حيدر عايد، مهاجم الناصر، رغم ما احترام كل المهاجمين، حياتنا لكن طبعا للكابتن حيدر عايد، لأن كان مهاجم ما يركض بوكان ويتحرك دائما في الخفاء أو الخلف، كان يقلقني أيضا. هذا محليا، دوليا مع المنتخب سامي الجابر لاعب السعودية. أها زين. أفضل حارس مرمى في العراق بالوقت الحالي؟ أشوف أنا الآن أحمد باسل، حارس الشرطة أشوفه في أفضل مستوى. تحياتنا لأحمد باسل، كنت أتوقع تقول جلال باعتبارك زورائي. جلال جيد أيضا، لكن أحمد باسل الآن ظهر بمستوى جيد خصوصا في حتى أبطال آسيا. جيد. العمل الإداري أم الفني، ماذا يفضل حيدر محمود؟ أنا أكيد الفني، لكن أنا فني أنا إداري، حتى الأندية اللي قدتها أنا كنت إداري. أها. وأدخل في كل شيء خدمة للصالح العربي، سواء الإدارة أخدم أو أخدم اللاعبين، دائما كان عمل إداري. منو الأصعب، العمل الإداري أو الفني؟ الأصعب الفني. 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 أفضل مهاجم بتاريخ العراق، وين كنت أنا أعرف الإجابة قبل لا أسألك؟ أنت قلتها، مو وساني يعني، الناس تقول العالم، ما يجي لاعب مثل أحمد راضي، مع احترامي كل المهاجمين أبدا رحمة الله عليه، حتى لو قارناه بأي اسم معين بالعراق. دائما أتحدث داني ماكلين كان مدرب على المنتخب العراقي، قال لم أرى لاعبا في حياتي يلعب كلتا قدميه اليسار واليمين مع رأسه سوية، يعني كل لاعبين العالم مثلا نقول لسه ميسي يلعب اليسرى أفضل من اليمنى، أو كريستيانو نقول أو بيلي، قال أحمد راضي، هاي تكفي هاي الشهادة، ويكفي هو سجل الهدف، يكفي هو أفضل لاعب في آسفي، أفضل هداف.